أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. اليوم سنشاهد شريطا حول الأخطبوط أو القرنيت أو القرنيت كما ينطق في بعض المناطق. يباع الأخطبوط في المغازات العامة وفي أسواق السمك، وعندما يشتريه الحريف عادة ما يطلب من أحد العملة طرقه بعصي من الخشب لكي يصبح لينا وطريا. لكن هذه الطريقة قد تمزق أنسجة الأخطبوط، زد على ذلك ظروف المكان عادة غير صحية. لذلك سنرى اليوم طريقة أخرى سهلة يمكن استعمالها في المنزل لجعل القرنيت لينا وطريا. فلنتابع المراحل. بعد شرائها من السوق يقع تنظيفها جيدا تحت الماء، ثم نضعها في قدر فارغ بدون ماء. نضعها في قدر ونضعها فوق نار هادئة، فوق نار هادئة، ثم يقع تحريكها من حين لآخر وتقليبها لكي تتخلص من الماء اللزج الذي يوجد بداخلها. إخراج الماء الذي خرج منها عدة مرات. هذا الماء اللزج كان بداخلها وقد خرج بفضل النار، وقد تخلصت منه بفضل الحرارة. بعد تفريغ الماء نضعها مرة أخرى فوق النار وهكذا دواليك إلى أن تتخلص نهائيا من الماء اللزج الذي يوجد بداخلها. ونعيد الكرة مرارا عديدة، نلاحظ كذلك خروج الماء للمرة الثانية بكثرة. بعد انتهاء العملية، بعد انتهاء تسخينها وإخراج كل الماء، تصبح هكذا. في المناطق البعيدة عن البحر يجفف الأخطبوط لاستعماله عند الحاجة في عدة أكلات، منها المحمصة والمكرونة والحساء والكسكس وغير ذلك. وسنرى هنا كيف نجفف قطعتين صغيرتين على سبيل المثال. نضع القطعتين في الملح لمدة 3 أو 4 ساعات، ثم ننشرها فوق حبل تحت أشعة الشمس لتجف. وفي فصل الصيف نغطي القطاع بقطعة قماش شفافة لتجنب الحشرات، وبعد 3 أو 4 أيام يصبح هكذا جافا جاهزا للاستعمال وقتما نريد. أما الجزء الطازج يمكن تقطيعه قطعا صغيرة أو كبيرة حسب الاختيار، ونستعملها في عدة أكلات، منها السلطة أو مشوية أو مقلية، وفي أكلات أخرى متنوعة.